من رامي إمام لأبو الحسن، حوادث دهس أبطلها فنانين. تصدر اسم الفنان عباس أبو الحسن ترند محركات البحث خلال الساعة اللي فاتت بخبر القبض عليه بسبب دهسه لسيدتين بعربيته، ومع نقل السيدتين للمستشفى بسبب إصابتهم اللي تعرضوا ليها نتيجة الحادث وبدء النيابة إجراءاتها للوقوف على ملابساته. يكون انضم الفنان عباس أبو الحسن لنجوم مسلسل حوادث دهس أبطلها فنانين، واللي انضم ليهم مؤخرا قبل أسابيع قليلة من عباس أبو الحسن نجم المهرجانات عصام صاصة بحادث دهسه لشاب على الطريق الدائري واللي توفى على الفور في موقع الحادث. عشان يكون عصام صاصة مطلوب للعدالة بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بعد ما أثبت الطب الشرعي أنه كان بيسوق عربيته تحت تأثير المخدر. ومع تصدر اسم عباس أبو الحسن وقبله عصام صاصة للترند، ممكن تستنتج بسهولة أن صدارة الفنانين للترند ما بقتش العمل مميز قدموه، لكن بقت لحوادث الدهس. بس الحقيقة أن ترند حوادث الدهس مش جديد، وأبطال المسلسل مش بس عباس أبو الحسن وعصام صاصة، لكن سبقهم كتير من النجوم زي الفنانة ماجدة الخطيب، أشهر النجوم اللي اتهموا بالقتل الخطأ، وده بعد ما تسببت بوفاة شاب في حادث بعربيتها سنة 1982 وقضت عقوبة سنة في السجن بتهمة القتل الخطأ. والفنان أبو الليف اللي تم اتهامه برضو بالقتل الخطأ سنة 2017 واتحكم عليه بحبس سنتين بعد ما تسبب في قتل طفل وإصابة والده في حادث دهس، لكن انتهت القضية بالصلح. وده نفس اللي حصل مع خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة سنة 2018 لما قتل شاب خطأ بعربيته في التجمع، وانتهت برضو القضية بالصلح. لكن يفضل حادث الدهس الأبرز والأكثر شهرة هو حادث دهس المخرج رامي إمام ابن الفنان عادل إمام لست من بدو العامرية في منتصف التسعينات، وسيطر الحادث على حديث الجميع وقتها بسبب تعقيد القضية بسبب تمسك أهل السيدة بالقصاص ورفضهم للوساطة والصلح إلا بحضور الفنان عادل إمام اللي بالفعل حضر بنفسه مع ابن رامي الجنازة وعقد الصلح مع أهل السيدة.